بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم ومرحبا نشاكر لحضراتكم جميعا الحضور في هذا الويبينار المجاني بعنوان الاسئله الاناليسيس جيرني فروم ريسيرش كويشن تو بي لاين. النهارده احنا مش هنتكلم على موضوع معين في الاحصاء، ولكن هي مجموعه موضوعات مع بعض بتورينا ازاي نبدا بالاحصاء من اول ريسيرش كويشن او ما قبل حتى الريسيرش كويشن لحد ما نوصل للبي فاليو ونعمل ليها انتربريتيشن. معاكم محمد الشريف، انا طبيب مصري حاصل على ماستر اوف بابليك هيلث من الجامعه الامريكيه في بيروت، بالاضافه الى شهاده من كليه طب هارفارد في البحث العلمي وشهادات اخرى وخبره اكثر من 3 سنوات في التحليل الاحصائي. اهلا بكم واتمنى لكم الفائده ان شاء الله باذن الله تعالى. اول حاجه هنبدا بيها هي ان احنا بنحتاج دايما لما نعمل بحث علمي نحتاج ريسيرش كويشن. اغلبنا بيبقى عنده فكره، بتجيله فكره من التعامل مع مجموعه من المرضى او مع دواء معين او ملاحظه معينه، فبتيجي فكره ايه رايك ندرس مرضى مثلا كورونا، او ايه رايك انا لاحظت ان المرضى الفلانيين لو عملنا كذا ممكن يحصل معاهم كذا. فدي بتكون فكره. الفكره مش كفايه عشان نبدا بيها، الفكره لازم نحولها الى علامه استفهام، لازم نحولها الى سؤال بحثي. طيب ليه مهم ان الفكره تكون سؤال بحثي؟ علشان السؤال البحثي هنجاوب عليه، الفكره في حد ذاتها مش هنقدر نجاوب عليها. احيانا بيحصل كتير جدا ان انا اشوف ناس مجمعه داتا واشتغلت مجمعه داتا كويسه جدا، ولكن بتيجي تسالهم الداتا دي بتجاوب على اي ريسيرش كويشن؟ الصوره مش واضحه. طيب او الريسيرش كويشن في اتجاه والداتا في اتجاه. فمهم جدا ان احنا نعمل ريسيرش كويشن مظبوط قبل ما نبدا نعمل البحث بتاعنا. ايه مواصفات الايديال ريسيرش كويشن؟ اول حاجه ان يكون سؤال، لازم يكون سؤال يبدا بوات او از او ار وفي اخره علامه استفهام، زي لما نيجي نقول از ذير ان اسوشيشن بتوين اوبيزيتي اند دايابيتس، از دراج اكس effective in the treatment of COVID-19 patients، وهكذا. فأول حاجة لازم يكون سؤال. تاني حاجة لازم يكون سؤال specific. specific للtime، للplace، للsubjects، للcondition. أنا بدرس مثلا مرضى الديابيتس اللي عندهم نيوروباتي في مثلا مستشفى القصر العيني، وعايز في هؤلاء المرضى أشوف تأثير مثلا الدواء فليكن ليريكا في علاج مثلا نيوروباتي. فلازم السؤال يكون واضح، انا عايز اشوف الدواء ده احسن من ده في المجموعه الفلانيه في الوقت الفلاني في المرضى اللي عندهم الحاجه الفلانيه. علشان لازم يكون الصوره واضحه انا بشتغل على مين، مين الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا اللي انا هعملها بعد كده علشان اتعامل او اقدر اجاوب على هذا السؤال. السؤال لازم يكون ممكن الاجابه عنه، يعني ممكن واحد تطلع في دماغه سؤال مثلا انا عايز اشوف تاثير كذا على الناس في المريخ، طب هو ما فيش ناس في المريخ، هنجاوب ازاي على السؤال ده؟ او تاثير الانفجار النووي على مثلا المرضى المصريين بكذا، ما احنا ما عندناش انفجار نووي في مصر عشان نشوف تاثيره. فمهم جدا ان يكون السؤال يمكن الاجابه عنه. النقطه اللي بعد كده ان السؤال لازم يكون نوفل. نوفل بمعنى ان هو بيجاوب على حاجه مش متجاوبه قبل كده. مش هعمل مثلا بحث علمي عشان اشوف تاثير مثلا الميتفورمين في علاج الدايابيتس، دواء بقى لنا عشرات السنين بنستخدمه واتعمل عليه عشرات او الاف الابحاث، خلاص هنعمل ايه جديد في الدواء؟ الحاجه الثانيه ان هو محتاجين يكون ريليفنت للميديكال نوليدج، بمعنى ان في بيولوجيكال بيزس للسؤال بتاعنا. لما نقول ان الدواء الفلاني عايزين نشوفه ينفع في علاج المرض الفلاني، مش لان طلعت في دماغي ان والله نجرب مش هنخسر حاجه، في بيولوجيكال بيزس تقول ان ممكن الدواء ده يجاوب على ان الدواء ده يكون فعال في المرض ده، او الريسك فاكتور ده ممكن يكون ريسك فاكتور للمرض الفلاني. نوفل وريليفنت تو ميديكال نوليدج دي نقدر نعرفها عن طريق ان احنا نعمل ليترشر ريفيو كويس جدا، نشوف ايه الابحاث اللي اتعملت في هذا الموضوع ووصلوا لفين وجاوبوا على ايه؟ لان وارد جدا الفكره اللي جت عندي وانا عايز اجاوب عليها او السؤال البحث اللي عندي، وارد جدا ان هو يكون حد جاوب عليه قبل كده او البحث ده يكون اتعمل قبل كده والنتيجه بتاعته اصبحت معروفه. لو انا ما عملتش ريسيرش كويشن كويس ممكن الامر يصل بيا ان انا
اعمل بحث ملوش لازمه او افشل بعد كده في ان انا انشره. خلينا نشوف امثله لبعض الريسيرش كويستشنز. ممكن نقول مثلا what is the prevalence of diabetes. هو ما جاش خلاص استاذن حضراتكم نعمل مايك ميوت بحيث نركز في المحاضره بعد اذنكم. What is the prevalence of diabetes mellitus in Egypt؟ ده سؤال واضح. هعمل مثلا cross-sectional study مثلا زي حملة زي 100 مليون صحة أو whatever وهشوف كام في المية من المصريين عندهم diabetes mellitus. هقدر أجاوب على هذا السؤال. في سؤال تاني ممكن يكون Does lowering blood pressure reduce the risk of coronary heart disease in diabetic patients؟ أنا عندي المجموعة اللي أنا بدرسها diabetic patients وعندي الحاجة اللي أنا بدرسها اللي هو lowering blood pressure والأوتكم اللي أنا عايز أشوفه هل هو الريسك للكورونري هارت ديزيز. فده سؤال بحثي مظبوط أقدر أجاوب عنه. مثلا Is prognosis following the stroke dependent on age at the time of the event؟ عمر المريض لما يحصل ليه stroke هل بيأثر على البروجنوز بتاع الستروك ولا لا؟ سؤال تاني Is drug A better than drug B in lowering blood pressure؟ ده برضو مهم نعمل تجربة ونشوف هل drug A أحسن من drug B ولا لا وهكذا. بعض العلماء وصل بيهم إن هم عملوا أبحاث irrelevant أو أبحاث ملهاش قيمة علمية وبالتالي حصلوا على جائزة اسمها جائزة إيج نوبل برايز. إيج نوبل برايز دي جائزة حقيقية بيقولوا عليها بالعربي جائزة نوبل للحماقة العلمية ودي حصل عليها بعض الناس نتيجة أبحاث عجيبة شوية. يعني مثلا في شخص حصل عليها سنة 96 عشان كان بيدرس ليه الطست بيقع دايما لو وقع على الأرض على الناحية المدهونة بالزبدة أو الناحية المدهونة بالمربى. واحد تاني درس الفيزيكس بتاع الواحد دي لو داس على قشرة موزة بيتزحلق. واحد يعني اعزكم الله قاعد يدرس الحيوان ده الومبات ده علشان يعرف يجاوب على السؤال ليه البراز بتاعه بيكون مكعب الشكل وخد جائزه ايج نوبل برايز 2019. في واحد هنا اخذها لانه درس السايد افكتس بتاعت ابتلاع السيف ده وهكذا. واحد اخترع تلفزيون يتفرجوا عليهم ماشيين بالعربيه. يعني دي ابحاث واتنشرت ولكنها irrelevant او مش بتضيف للعلم او مش مفيده بشكل او باخر. فنتمنى انه ما يوصلش بينا الحال ابدا ان احنا نوصل لايه للجائزه دي حتى لو كان على سبيل الدعاء. طيب بعد ما انا حولت الفكره اللي عندي الى ريسيرش كويستشن وبحثت في الليتريتشر وتاكدت ان الريسيرش كويستشن بتاعي ده نوفل وريليفنت واقدر اجاوب عليه وممكن نعمل بحث عنه. في حاجه بعد كده ان انا بحول الريسيرش كويستشن بتاعي الى حاجه اسمها نال والترنتيف هايبوثيسيس. ايه نال والترنتيف هايبوثيسيس؟ دايما العلماء او الباحثين بيحبوا ان هم يحولوا ريسيرش كويستشن لنال والترنتيف هايبوثيسيس. نفس الريسيرش كويستشن الواحد بنطلع منه نال والترنتيف هايبوثيسيس. والاثنين دول ميوتشوالي اكسكلوسيف، يعني الاثنين مكملين لبعض والاثنين في نفس الوقت عكس بعض. النال هايبوثيسيس كلمه نال يعني لا شيء. Nothing. فالنال هايبوثيسيس nothing is happening. مفيش أي فرق، مفيش أي تغيير، مفيش أي تأثير، مفيش أي حاجة. الالترناتيف هايبوثيسيس دي بتكون الريسيرشرز ايديا. دي الفكرة اللي بيحاول الباحث إن هو يوصل ليها. وبالتالي الالترناتيف هايبوثيسيس بتبقى something is happening. أو في association ما بين two factors. أو في there is a difference between two groups. فالباحث بيعتقد ان هناك ان الالترناتيف هايبوثيسيس ترو او هو بيحاول يتاكد ان هي صحيحه وبيعمل البحث بتاعه عشان يوصل ليها. النال هايبوثيسيس هي الحاله ما قبل اصلا البحث، ما فيش فرق، ما فيش تاثير، ما فيش اي حاجه، ودي اللي الباحث بيشك ان هي صحيحه. فاحنا بنبدا بريسيرش كويشن نحوله الى نال هايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس. وطبعا في النهايه احنا بنجاوب نهايه التجربه او نهايه البحث بنقول النال هايبوثيسيس هي الصحيحه ولا الالترناتيف هايبوثيسيس هي الصحيحه. ما ينفعش يبقى الاثنين صح، يا دي يا دي. ونختار، يعني احنا بنعمل بحث عشان نختار واحده منهم في النهايه. على سبيل المثال لو احنا عندنا ريسيرش كويستشن بيقول Is there a difference in exam scores between males and females؟ انا كباحث
والله اعتقد او اشك او شاكك ان درجات الميلز تختلف عن درجات الفيميلز. اعتقد ان ممكن يكون الفيميلز ايه اشطر. فالاعتقاد بتاعي او الفكره بتاعتي هحطها هنا في الالترناتيف هايبوثيسيس. فالالترناتيف هايبوثيسيس بتقول ايه؟ there is difference between the two group means. يعني جروب درجات الجروب بتاع الميلز والفيميلز الميلز بتاعتهم او المتوسط بتاعهم مختلف، او بنقول ان هو لا يساوي الفرق ما بينهم لا يساوي زيرو. لو المين او المتوسط بتاع الميلز مختلف عن الفيميلز يبقى اذا الميلز ناقص الفيميلز لا يساوي زيرو، واحد منهم اكتر من الثاني. بينما النوت هايبوثيسيس بتقول ان والله المين سكور اوف ميلز بيساوي المين سكور اوف ميلز، او المين سكور اوف ميلز ماينس المين سكور اوف ميلز بيساوي زيرو، الاثنين زي بعض. فلو انا عندي ريسيرش كويشن كده بحاول بقول النوت هايبوثيسيس الاثنين زي بعض، والالترناتيف هايبوثيسيس في اختلاف ما بينهم. ناخد سؤال تاني. Is there an association between smoking and risk of cardiovascular disease؟ يبقى أنا كباحث والله شاكك إن في علاقة ما بين الـ smoking والـ risk of cardiovascular disease، فهقول الـ alternative hypothesis بتاعي الـ HA أو الـ H1، نسميها الـ HA أو H1، بقول there is association between smoking and risk of cardiovascular disease، بينما الـ null hypothesis there is no association. أنا ببدأ السؤال البحثي بتاعي اللي أنا عملته بحوله إلى null و alternative hypothesis. ده بالنسبة لإيه؟ للجزء ده. طيب بعد ما عملت السؤال البحثي وبعد ما حولته إلى null و alternative hypothesis، المفروض بعد كده إن أنا أعمل study design أو أعمل التجربة اللي هقدر بيها أجاوب على السؤال البحثي بتاعي. أستاذن حضرتكم لو في أي أسئلة نسجلها وهنجاوب عليها إن شاء الله بعد ما نخلص إيه المحاضرة. انواع الاستدي ديزاينز جنرال سبيكينج نوعين. النوع الاولاني نون اكسبيرمنتال او اوبزرفيشنال ستاديز، والنوع الثاني اكسبيرمنتال ستاديز. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان النوع النون اكسبيرمنتال او الاوبزرفيشنال انا كباحث او كمجموعه باحثين مش بتدخل، انا لا اتدخل، انا بس بلاحظ براقب بتابع بقيس لكن لا اتدخل. ده بدي العيان دواء ولا بدي العيان educational program ولا بعمل ليه جراحة ولا أي حاجة، أنا بس بقعد أراقب العيان أو أقيس حاجات معينة بتحصل مع العيان. أنواع الobservational منها cross-sectional studies، منها cohort studies، منها case control studies، وهنفصلهم مع بعض. النوع الثاني experimental أو اللي هي بنعمل فيها تجربة علمية بنتدخل فيها، يبقى فيه intervention. أنا كباحث بتدخل. بتدخل بان انا اجرب دواء جديد او اجرب تقنيه جراحيه او ادي educational program واشوف تاثيره او ادي فاكسين واشوف بتمنع المرض ولا لا وهكذا. المثال الاشهر للاكسبيرمنتال ستاديز بنقول عليه randomized control trials، ودي الجولد ستاندرد. معنى لو انا عندي دواء وعايز اقول ان احلف ان الدواء ده شغال او اخد تصريح ليه من اف دي اي او من الجهه اللي بتدي تصريح للادويه، لازم اعمل randomized control trials واثبت بيها ان الدواء ده effective واقدر ايه ان انا اشتغل بيه. لو اتكلمنا اول حاجه على الobservational studies، في عندنا ثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، الcross sectional study وعندنا الcohort study وعندنا الcase control study. اول حاجه الcross sectional study. الcross sectional study هي بنقول عليها لقطه او سناب شوت او صوره، بمعنى أنا بجمع بيانات مرة واحدة من المريض أو من السبجكت اللي أنا بدرسه أو من المجتمع، بجمع بياناتي مرة واحدة. لو أنا عايز أشوف مثلا هل هناك علاقة ما بين التدخين والاكتئاب، بسأل الشخص هل تدخن؟ هل أنت مكتئب؟ أو مثلا بتدخن كم سيجارة في اليوم؟ وبعمل ليه مثلا كويشنير أو سيرفي علشان أشوفه مكتئب ولا لأ. دي بتكون أكتر بتستخدم في دراسات البريفالنس، زي ما قلنا على الدايبيتس مثلا، انا عايز اعرف الشخص بساله هل عندك دايبيتس او لا، او بعمل ليه تحليل اشوف هو عنده دايبيتس او لا. يبقى في الكروس سكشنال ستاديز انا لقطه واحده في الوقت الحاضر بجمع الداتا عن، لو انا عندي اكسبوزد ونون اكسبوزد اوت كام بجمع عنها كلها في نفس اللحظه. هل انت بتدخن؟ اكسبوزد ولا نوت اكسبوزد؟ هل عندك ديبريشن او لا؟ هل كذا هل كذا هل كذا. بينما الكوهورت ستاديز، كلمه كوهورت يعني مجموعه. ففي الكوهورت ستاديز بنبدا بحاجتين، مجموعه اكسبوزد لريسك فاكتور معين ومجموعه ان اكسبوزد لريسك فاكتور معين،
والمجموعتين ما بيكون لما بنبدأ التجربة بتاعتنا مش بيكون عندهم المرض. بمعنى أنا ممكن أفكر مثلا عندي مجموعة من الناس بتدخن ومجموعة من الناس لا تدخن، والاثنين مفيش منهم حد عنده هايبرتنشن، فهبدأ بالمجموعة دي دول بيدخنوا دول مش بيدخنوا، هتابعهم سنة 2 5 10 20 حسب الدراسة بتاعتي، وفي نهاية الدراسة هشوف كم واحد من هنا جاله المرض إذا كان بيتكلم مثلا عن هايبرتنشن، وكم واحد ما جالوش المرض، وفي المجموعة الأنكسبوزد اللي مش بيدخنوا كام جالوا المرض وكام ما جالوش المرض، ونقارن ما بين معدل حدوث المرض هنا ومعدل حدوث المرض هنا علشان نقول هل هناك علاقة ما بين الإكسبوجر والأوتكم ولا لا؟ هل هناك علاقة ما بين السموكينج والهايبرتنشن أو لا؟ ففي الوقت اللي أنا في الكروس سيكشنال ستادي بشوف الإكسبوجر والأوتكم في نفس الوقت، في الكوهورت ستادي ببدأ بإكسبوز نون إكسبوز أو أن إكسبوز وبتابعهم في المستقبل، وأشوف أو بتابع المريض أو بتابع الشخص أشوف مين هيحصل له المرض ومين مش هيحصل له المرض. النوع الثالث الكيس كنترول ستادي، من اسمها كيس كنترول، انا ببدا بكيسز وبشوف كنترولز ليها. يعني ايه؟ على سبيل المثال انا هدرس المرضى اللي عندهم مثلا بلادر كانسر، واشوف ايه الفاكتورز اللي ممكن تكون تسببت في هذا البلادر كانسر، فهبدا بكيسز عندهم بلادر كانسر وكنترولز زيهم. لو هنا عندي ميل 50 سنه ساكن في البلد الفلانيه والسوشيو ايكونوميك ليفل الفلاني، يبقى هنا انا عايز برضه ميل سنه في حدود ال 50 سنه اكتر او اقل مثلا بسنتين او 3 سنين، وبرضه ساكن في نفس المنطقه ونفس السوشيو ايكونوميك ستيتس ولكن ما عندوش البلادر كانسر. يبقى انا عندي كل كيس بشوف قصادها كنترول ما عندوش المرض، وببدا ادور في سجلاتهم القديمه او اسال الشخص ده هل مثلا كنت جالك بالهريسيا زمان وانت صغير عشان اشوف مثلا تاثير الهريسيا على الكانسر، او هل كنت بتدخن، او هل كنت مثلا بتتعامل مع مبيدات حشريه، او هل كنت بتتعامل مع فيرتلايزرز او مواد كيميائيه معينه، وهسال الكيسز اشوف مين في الميه كام في الميه اكسبوزد للفاكتور اللي انا بدرسه وكام في الميه نوت اكسبوزد، وفي الكنترولز برضو هشوف كام اكسبوزد وكام نوت اكسبوزد. لو لقيت ان الاكسبوجر هنا اعلى من الاكسبوجر هنا، يبقى ممكن اربط ما بين الاكسبوجر وحدوث المرض بتاعي اللي هو البلادر كانسر. فالتفريق بينهم ناخد بالنا هنا مكتوب باست وبريزنت فيوتشر، لكن التفريق ليس بالزمن وانما التفريق بطريقه تصميم التجربه. في الكوهورت ستاديز ببدا باكسبوز ونون اكسبوز، بينما في الكيس كنترول ستادي ببدا بكيس وكنترول. في الكروس سيكشنال بجمع داتا من كل الاشخاص في نفس الوقت. بالنسبه معلش يا دكتور، معلش يا دكتور، كروس سيكشنال تاني كده يعني اديني تجربه مثال عليه بس عشان لخبطه. معلش بروسبكتيف في الفيوتشر وازاي ريتروسبكتيف في الماضي. احنا اتكلمنا عن البروسبكتيف اللي هي في المستقبل، بجيب مجموعه بتدخن مجموعه مش بتدخن وتابعهم لخمس او ستة او 10 سنين. طيب ازاي ممكن نعمل ريتروسبكتيف كوهورت ستادي؟ ريتروسبكتيف كوهورت ستادي ممكن نعملها كالاتي، ان نراجع سجلات مجموعه من المرضى او مجموعه من الناس اتعملت في الماضي. بمعنى الاشخاص اللي اتوظفوا في شركه معينه وقت التوظيف كنا بنعمل ايه؟ فحص طبي ونشوف مثلا عندهم المرض الفلاني او بيدخنوا او عندهم هايبرتنشن او عندهم كذا او كذا، واجي بعد هم مثلا لو اتوظفوا من 5 سنين اشوفهم دلوقتي مين مثلا كان بيدخن وقت ما اتوظف من 5 سنين ومين ما كانش بيدخن، واشوف المجموعه اللي بيدخن كام في المية منهم حصل لهم هايبرتنشن وكام في المية ما حصلش ليهم هايبرتنشن. فالريتروسبكتيف كوهورت ستادي احنا برضو بنبدا باكسبوز وان اكسبوز، بس بنبدا كما لو كنا بنجمع داتا قديمه شويه، يعني او مش احنا مش بنجمعها، احنا بنرجع للداتا القديمه اللي هي متجمعه في الميديكال ريكوردز او في سجلات الموظفين من ايه؟ من الماضي. فاحنا عندنا الاوبزرفيشنال زي ما قلنا كروس سيكشنال، وعندنا الكوهورت، وعندنا الكيس كنترول ستاديز، والكوهورت قلنا في عندنا بروسبكتيف، في عندنا ريتروسبكتيف كوهورت ستاديز. في حد رافع ايده؟
السلام عليكم دكتور محمد. يا ريت نسجل بس الاسئله وان شاء الله هنجاوبها. وحاضر هحاول ارفع صوتي تحت امرك. هي في النقطه ماشي. طيب ننتقل بقى للانترفينشنال ستاديز. الانترفينشنال عندنا اشهر نوع فيها الراندمايزد كنترولد ترايلز. دي التجارب اللي معظمنا بنحتك بيها او معظمنا بنسمع عنها، ودي اللي هي التجريبيه. يعني ايه تجريبيه؟ يعني انا كباحث بتدخل باعطاء دواء او جراحه او برنامج تعديل. فانا بجيب مجموعه من المرضى او مجموعه من الاصحاء اللي انا هدرسهم او المجموعه اللي انا بدرسها، وهعمل هقسمهم لمجموعتين، مجموعه A ومجموعه B. ازاي هقسمهم؟ راندوملي. ازاي راندوملي؟ اسهل طريقه ان انا استخدم كوين. ملك ولا كتابه؟ ملك يبقى انت مجموعه ايه، كتابه يبقى انت مجموعه بي. طبعا في حاليا احنا مش بنعمل كده، حاليا احنا بنستخدم برامج كمبيوتر وحاجات معينه علشان تعمل الراندمايزيشن مين يروح ايه ومين يروح بي. اوكي، بس بحيث ان احنا مقسمين ايه وبي راندوملي، فالمفروض ان خصائص المجموعه ايه تتشابه مع خصائص المجموعه بي. المجموعة A هنديهم الدراج أو النيو تريتمنت اللي احنا بندرسه. المجموعة B حاجة من الاثنين، إما إن أنا أديهم الدراج الشائع لعلاج هذا المرض أو الستاندرد أوف كير، أو إن أنا هديهم بلاسيبو. البلاسيبو ده ممكن يكون كبسولة شبه الدواء اللي هم بياخدوه في المجموعة A، وجواها فقط يعني ممكن يبقى جواها جلوكوز أو جواها شوية نشا أو فضية، يعني جواها أي حاجة. أوكي؟ طيب. أنا بحاول أرفع صوتي، حاضر، بحاول أرفع صوتي. هنتابع المجموعة إيه وعلشان نشوف كام حصل ليهم المرض وكام ما حصلش ليهم المرض، وهنتابع برضو المجموعة بي ونشوف كام حصل ليهم المرض أو التحسن أو الأوتكم اللي إحنا بندرسه. يعني ممكن أكون بدرس، لو أنا بدرس فاكسين أشوف كام حصل لهم أصيبوا بالمرض وكام ما أصيبش. لو أنا بدرس دواء بيعالج مرض معين أشوف كام في المية هنا او كم عدد اللي تم علاجهم هنا وكم عدد اللي تم ما استجابوش. او لو انا بتعامل مع دواء بيقلل مثلا سكر الدم هنشوف نسبه الاستجابه او التحسن في سكر الدم في المجموعه دي، وهنا نسبه التحسن او درجه التحسن في المجموعه دي، وحسب الاوتكم بتاعنا بنعمل اختبار الاحصاء زي ما هنشوف ايه مع بعض. طيب خلينا نفكر مع بعض الريسيرش كويستشنز، ازاي نطلع بالستادي ديزاين المناسب بتاعنا. لو قلنا مثلا what is the prevalence of diabetes mellitus in Egypt، قلنا ان احنا هنصمم cross sectional study زي ما قلنا، هنسال الناس هل عندك سكر او لا، او هنقيس البلد جلوكوز بتاع الناس او الهيموجلوبين HbA1c علشان نشوف كام في الميه من الناس عندهم دايابيتس، ودي كروس سكشنال ستادي. طيب لو عندنا سؤال زي ار ذير اسوشيشنز بتوين توباكو اكسبوجر هيستوري اوف شيستوزونيزيس اند بلادر كانسر ان ايجيبت، هنا في الحاله دي هنعمل كيس كنترول ستادي. ازاي كيس كنترول؟ هنجيب كيسز عندهم بلادر كانسر، وهنجيب كنترولز ليهم نفس الخصائص ولكن ما عندهمش بلادر كانسر، وهنسال المجموعتين هل كنت بتتعاطى توباكو شيشه او سجاير او وات ايفر، وهنساله هل كان عندك شيستوزونيزيس ولا لا، كان عندك بلهارسيا ولا لا، وهنشوف كام في الميه من اللي عندهم بلادر كانسر كان اكسبوز، وكام في الميه من اللي ما عندهمش بلادر كانسر كان اكسبوز، ونقدر نشوف هل هناك علاقه ما بين توباكو اكسبوجر والهيستوري اوف شيستوزونيزيس والبلادر كانسر. لو سؤال تاني، Is there an association of second-hand smoking with mental disorders in Egyptian children؟ لو ده السؤال البحثي اللي عندي أفكر إزاي ممكن أجاوب عليه. ممكن أعمل cohort study أشوف مجموعة من الأطفال اللي بيتعرضوا ل second-hand smoking، عندهم فرد في العيلة بيدخن الأب أو الأم، وهتابعهم في المستقبل وأشوف هل حصل عندهم أي mental disorders، وهيكون عندي مجموعة تانية مش متعرضين للسكند هاند سموكينج، وهنشوف معدل حدوث المينتال ديس اوردرز فيهم. يبقى كده كوهورت ستادي بتابعهم لايه؟ للمستقبل. او ممكن اعمل
كيس كنترول ستادي ان انا اشوف الاطفال اللي عندهم mental disorders دول الكيسز واشوف كنترول زيهم واسال دول واسال دول اسال اهلهم يعني هل كان عندكم سكند هاند سموكينج او لا دي طريقه ايه ثانيه طيب لو عندنا سؤال بيقارن ما بين تو درجز از دراج اي بيتر ذان دراج بي ان لورينج بلاد بريشر في الحاله دي واضح ان احنا هنعمل randomized controlled trial هنعمل تجربه علشان نقارن ما بين اثر دراج اي ودراج بي على تقليل البلاد بريشر هنعمل randomization مجموعه هتاخد دراج اي مجموعه هتاخد دراج بي وهنقارن بين الاوتكم هنا والاوتكم هنا طيب حولت الايديا الى ريسيرش كويستشن حولت ريسيرش كويستشن لنال الالتيرناتيف هايبوثيسز اخترت الاستادي ديزاين المناسب ليا هعمل ايه بعد كده هبدا اكونكت الداتا علشان اكونكت الداتا بطريقه صحيحه محتاج ان انا اعرف ايه الفاريبلز اللي انا هجمعها وازاي هقيس الفاريبلز دي ودي موضوع مش بسيط يعني لو انا هقيس بلاد بريشر ايه الجهاز اللي انا هستخدمه هستخدم جهاز اقباقي ولا جهاز هوائي ولا جهاز ظروفه ايه هقيس للمريض وهو واقف ولا هو قاعد ولا هو راقد هقيسه بعد ما يكون بعد راحه قد ايه ما يكونش طالع سلم او يكون مش بذل مجهود بدني لو انا هقيس السموكينج هقيسه ازاي هقول ازاي ان الشخص ده هيفي سموكر هل مثلا بيدخن اكتر من 20 سيجاره في اليوم وهقيسه مثلا بيدخن بقاله قد ايه وهكذا فانا لازم اعرف ايه الفاريبلز اللي انا بقيسها او اللي انا بدرسها وبعد كده هنقيس كل واحد منهم ازاي مهم جدا ان انا احدد التايبس اوف داتا فاريبلز اللي انا بدرسها ليه تحديد التايبس اوف داتا فاريبلز مهمه لان نوع الفاريبل ده هيتحكم فيه ازاي اعمل سمرايزيشن للداتا ازاي اعمل جرافيكال برزنتيشن للداتا وهيتحكم في الاختبار الاحصائي اللي هو جوهر الاحصاء الاختبار الاحصائي المناسب اللي انا هستخدمه في التعامل مع هذه الايه الداتا طيب الداتا فاريبلز عندنا جنرال سبيكينج اما كاتيجوريكال او نيوميريكال هنوضح يعني ايه كاتيجوريكال ويعني ايه نيوميريكال الكاتيجوريكال اما نومينال او اوردينال والنيوميريكال اما ديسكريت او كونتينيوس اول حاجه هنبدا بالكاتيجوريكال فاريبلز داتا كاتيجوريكال فاريبلز كاتيجوريكال فاريبلز او المتغيرات الاسميه معلش في حد بيرفع ايده ممكن نسجل السؤال او معلش نكتبه في الشات لو في سؤال معين ونخلي المداخلات للاخر بعد اذنكم استاذنكم بالنسبه للكاتيجوريكال فاريبلز اول حاجه مش بيكون ليها وحده قياس بمعنى ان احنا مثلا بنقول ميل او في ميل ايه وحده القياس مفيش وحده قياس هو الفاريبل سكس وبنقول الشخص اما ميل او في ميل وبالتالي احنا بنوصف البيشنت او الشخص اللي احنا بنجمع عنه داتا انه بينتمي الى واحده من المجموعات يعني كاتيجوريكال فاريبلز بيتكون من كاتيجوريز مثلا هنا ساتسفايد نيوترال انساتسفايد فالشخص بينتمي اما للساتسفايد او للمجموعه النيوترال او للمجموعه الديس ساتسفايد بالنسبه للالوان عندنا مثلا ممكن كاتيجوريكال فاريبلز ينتمي للون الاحمر الاخضر اللي هو البينك او للدوله دوله هنا مثلا الدول العربيه دي كلها كاتيجوريكال فاريبلز فالكاتيجوريكال فاريبلز ليس لها وحده قياس ملهاش يونت الحاجه الثانيه بنوصف الشخص انه بينتمي لهذه المجموعه بيكون كاتيجوريز زي كده ميل في ميل وهكذا الكاتيجوريكال فاريبلز نوعين اما نومينال او اوردينال نبدا بالنومينال النومينال ليس لها ترتيب الفرق بين النومينال والاوردينال ان النومينال ليس لها ترتيب بمعنى ايه الكاتيجوريكال فاريبل 6 ممكن اقول في ميل ميل او ممكن اقول ميل في ميل الترتيب ليس له اي معنى ومش هيفرق معايا بلاد جروبز مثلا ده كاتيجوريكال فاريبلز شخص اما بلاد جروب A او بلاد جروب B او AB او O
لو انا كتبت التركيب زي A D O A B مفيش فرق عندنا سواء كتبنا بهذه الطريقة او بهذه الطريقة، نفس الفكرة بالنسبة للبلدان او الناشوناليتيز برضو مفيش فرق عندنا. اوكي، يبقى النومينال ليس هناك معنى او قيمة للتركيب. الاوردينال زي ما هنشوف هي كاتيجوريكال فاريبل ولكن الترتيب مهم. قبل ما نقول على الاوردينال، في عندنا نوع معين من النومينال بنسميه دايكوتوماس او باينوميال. يعني احنا في النومينال بس هنا الدايكوتوماس او الباينوميال بيكون تو كاتيجوريز فقط. الفاريبل تو كاتيجوريز فقط، اما يس ونو، ديد الايف، ديزيز بريزنت او ابسنت، ميل او فيميل. وده مهم لان في حاجات معينه في الاحصاء بنستخدمها للدايكوتوماس فاريبل اللي هو بيكون يس ونو زي ما قلنا تو ليفلز فقط. اوكي، يبقى الدايكوتوماس او الباينوميال هو سب كاتيجوري من النومينال، هو نومينال ولكنه تو ليفلز فقط او تو جروبس فقط. الاوردينال بقى قلنا الاوردر از اوف ا مينينج، الاوردر مهم. زي مثلا هنا البي ام اي بودي ماس اندكس جروبس، نبدا بالاندر ويت، نورمال، اوفر ويت، اوبيز، اكستريم اوبيز. ده الترتيب بتاعنا. الترتيب مهم؟ اه طبعا الترتيب مهم. لو انا بعمل جدول مثلا او بعرض الداتا بتاعتي برتبهم بالطريقه دي. لو جيت ارتبهم اوبيز وبعدين نورمال وبعدين اندر ويت وبعدين اوفر ويت هتعمل ديستراكشن وهتكون مش مظبوطه. وفي حاجات معينه في التحاليل الاحصائيه او في الاختبارات الاحصائيه بنستخدمها مع الاوردر داتا ما نقدرش نستخدمها مع النومينال. يعني كون ان هي اوردينال اقدر استخدم معاها حاجات معينه ما اقدرش استخدمها مع النومينال. الاوردينال ممكن تكون زي كده، الاجريمنت ليفل، وده مشهور في الاستبيانات، سترونجلي ديس اجري، ديس اجري، انديسايدد، اجري، سترونجلي اجري. واضح ان هي واخده اوردر معين، وحتى لو هي واخده ارقام من 1 لحد 5 هي تظل كاتيجوريكال اوردينال فاليو. البين سكور زي كده، يبدا مثلا من الزيرو لحد ال 10، من نو بين لحد ورست بين، ده برضه اوردينال فاليو. كل ده اوردينال كاتيجوريكال داتا. نروح للنيوميريكال فاليو، من اسمها نيوميريكال رقميه، وبالتالي بنعرضها بارقام، وبتختلف ان هنا فيها وحده قياس. زي مثلا الهايت هو نيوميريكال فاريبل، وحده القياس بتاعته سنتيمتر، او وحده القياس بتاعته متر او انش او وات ايفر. الويت بالكيلوجرام وحده القياس بتاعته، البلاد جلوكوز ليفل ملي جرام بير ديسيليتر، النمبر اوف كيدز هو رقم والتمييز بتاعه او اليونت بتاعته كيدز. يعني بنقول ذيس فاميلي هاف 3 كيدز، 5 كيدز، 4 كيدز، وهكذا. فنيوميريك فاريبل رقمي ولو وحده قياس. النيوميريكال فاريبلز حاجه من الاثنين، اما ديسكريت او كونتينوس. ديسكريت زي مفصله، ودي بتكون ده فاريبل بنعده، حاجه بنعدها كاونت. زي مثلا نمبر اوف كيدز، احنا بنعد عدد الاطفال في الاسره. والديسكريت لا يقبل كسور، بيكون اعداد صحيحه فقط. بمعنى لو انا بقول عدد الاطفال في الاسره، فانا بقول اربع اطفال، ثلاث اطفال، طفلين، مفيش اثنين ونص، مفيش ثلاثه وربع، مفيش 4.2. فدي حاجه بنعدها وبتاخد ارقام انتجر فاليو اونلي، ارقام صحيحه فقط زي 4 15 2. الكونتينوس هي غالبا حاجه بنقيسها زي الهايت سنتيمتر وفي مليمتر وفي اجزاء من المليمتر، او الويت بالكيلو جرام وفي جرام وفي اصغر من كده. فممكن يتعرض الكونتينوس فاريبل بيبقى مثلا 14.55 وهكذا، فبياخد ديسيمالز وبيكون غالبا حاجه احنا بنقيسها. ايه؟ يبقى احنا عندنا الداتا حاجه من الاثنين، اما كاتيجوريكال ودي ليس لها وحده قياس وبنعبر عن ان الشخص بينتمي الى مجموعه، او نيوميريكال بنعبر عنها بارقام بيكون ليها وحدة قياس. الكاتيجوريكال إما ليها أوردر، ليها ترتيب، والترتيب له أهمية وله معنى، وبالتالي بتكون أوردينال، أو ملهاش ترتيب، وبالتالي بتكون نومينال أو اسمية.
النيوميريك فاريبل حاجه من الاثنين، اما ديسكريت دي حاجه احنا بنحبها كاونتد بتكون انتجر ارقام صحيحه، الكونتينوس بتكون حاجه احنا بنقيسها وبيكون بتكون ميجرد وبيكون ليها ديسيمالز او تقبل القصور العشريه. لو اخذنا هنا امثله على سبيل المثال 6 ميل في ميل، ده هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه كاتيجوريكال فاريبل، وتحديدا بيكون باينوميال لانه تو ليفلز فقط. هنا البلاد جروب ده كاتيجوريكال، نومينال لان الترتيب ليس له معنى. الويت جروب ده برضه كاتيجوريكال، اندر ويت اوفر ويت وهيلثي ويت واوبيز، ولكن الترتيب له معنى فده اوردينال. نمبر اوف كورسز لو شخص بيدرس مواد، عدد المواد اللي بيدرسها ممكن يبقى 4 5 4 6 whatever، فده بياخد ارقام صحيحه لان دي عدد المواد حاجه احنا بنعدها ولا يقبل قصور، مفيش حد بيدرس 4 مواد ونص و 3 مواد وربع. البادي تمبرتشر مثلا 37.1 36.9 وهكذا، دي تقبل ارقام عشريه وبالتالي هي كونتينوس. في هنا ملاحظه مهمه ان الداتا ليها اتجاه بتبدا من نيوميريك كونتينوس او ليها ليفلز، تحتها نيوميريك ديسكريت، تحتها اوردينال، تحتها نومينال. ممكن احول الداتا فاريبل بتاعي من ليفل للليفل اللي تحتيه لكن ما اقدرش اطلع العكس، بمعنى حاجه زي الايدج انا ممكن اجيب اقيس الايدج بالظبط اقول له انت تاريخ ميلادك كام، فاجيب لحد هذه الساعه هو عنده كام سنه وكام شهر وكام يوم فهو كونتينوس فاريبل. او ممكن اساله كم عمرك بالسنوات او كم عدد سنوات عمرك، فهنا انا بعد عدد سنوات عمره فكما لو كان نيوميريكال ديسكريت، بس لو انا عرفت النيوميريكال كونتينوس اقدر احوله الى نيوميريكال ديسكريت. او الاوبشن اللي بعد كده او الاوردينال، ان انا ممكن اجمع الايدج في شكل ايدج جروب، هل عمرك من 0 ل 10 ولا من 10 ل 20 ولا من 21 ل 30 ولا من 30 ل 40 ولا اكثر من 40. فالاوردينال ممكن احول الايدج ان ييرز الى اوردينال، لو شخص مثلا عنده 12 سنه هيكون في الجروب من 11 ل 20، شخص عنده 18 سنه من 11 ل 20 في نفس الجروب دي وهكذا، او ممكن تكون نومينال يانج اولد مثلا لو هقول الاكثر من 40 سنه واقل من 40 سنه او اكثر من 60 واقل من 60، لو مثلا تشايلد وادلت عند عمر 18 ممكن اقول تشايلد وادلت وهكذا. النقطة المهمة ان انا لو جمعت الداتا في ليفل ما اقدرش اطلع للليفل اللي فوقيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو انا جمعت الداتا في الكويشنير اللي انا بجمع فيه بقول له ايه الايدج جروب بتاعك؟ فقال لي مثلا من 11 ل 20، في الحالة دي انا مش هقدر احوله الى ايدج ان ييرز. فالافضل دايما بننصح الناس ان لو هتجمع داتا جمع داتا في اعلى ليفل على قد ما تقدر. لو هتقدر تجمع الاكزاكت ايدج عن طريق ان انت تجمع تاريخ الميلاد يكون افضل. لو هتجمع الايدج ان ييرز انا ممكن بعد كده اعمل له اجمعها في كاتيجوريز زي كده، ولكن لو الايدج لو انا جمعته في كاتيجوريز مش هقدر ارجعه لايدج ان ييرز. ده بالنسبه لانواع الداتا بتاعتنا والليفلز اوف ميجر. في سؤال تاني هنحتاج نجاوب عليه واحنا بنتعامل مع الداتا بتاعتنا، الا وهو لو عندي نيوميريك فاريبل هل هذا النيوميريك فاريبل نورمالي ديستريبيوتد او لا؟ يعني ايه نورمالي ديستريبيوتد ويعني ايه نوت نورمالي ديستريبيوتد؟ غالبا في اي مرحله دراسيه او في الكليه او في سمعنا عن حاجه اسمها البيل كيرف او النورمال ديستريبيوشن كيرف. في بعض المتغيرات بعض الفاريبلز بيكون توزيعها بنسميه توزيع طبيعي، بيكون زي كده اللي هي الناس بتكون متركزه حوالين السنتر والاكستريمز بتكون اقل. غالبا في النص هنا بيكون المين والمود والميديان زي بعض، وليها برضو بعض الخصائص ان تقريبا 68% من الداتا بتكون على بعد 1 ستاندرد ديفيشن من المين وهكذا. فلو انا عملت هيستوجرام للداتا بتاعتي ولقيتها بالشكل ده نورمال ديستريبيوتد، يبقى في الحاله دي انا الداتا بتاعتي نورمال ديستريبيوتد. في داتا بتكون مش نورمال ديستريبيوتد؟ اه في داتا مش نورمال ديستريبيوتد. اشهر حاجه مثلا حاجه زي الانكم، معظم الناس بتلاقي يعني لو هنرسم بدل هنا ده الاي كيو، فالاي كيو معظم الناس حوالين ال 100 وبتقل الناس
الاقل ذكاء او الاغبياء او الايديوتس بيكون عددهم اقل، والعباقره عددهم اقل، ومعظم الناس في الافريج في مصر. لو احنا هنعمل كيرف عن الانكم هنلاقي معظم الناس للاسف فقراء هنا، وكل ما زاد الثروه كل ما قل العدد، فهنبص نلاقيه يعني ايه كما لو كان في ديل طويل لحد النهايه. نفس القصه لو هنتكلم على حاجه زي days of stay in the hospital، معظم الناس بتقعد في المستشفى يومين ثلاثه اربعه، ولكن في عدد اقل بيقعد ممكن يقعد 30 و40 يوم واكثر في المستشفى، بنلاقي بعض الكيرف اليمين، فده مش بيكون شروط كويسه. ايه اهميه ان انا اعرف ان الداتا بتاعتي نورمال ديستريبيوتد او لا؟ هنشوف مع بعض لما نختار الاختيار، لما نحب نقرر الاختبار الاحصائي المناسب. طيب انا جمعت الداتا، عرفت الفاريبلز بتاعتي وجمعت الداتا بتاعتي، هعمل حاجتين. اول حاجه هعمل ديسكريبتيف ستاتستكس، هوصف الداتا بتاعتي. غالبا الداتا لو هي نيوميريك، لو الداتا فاريبل نيوميريك هوصفه باستخدام المين والستاندرد ديفيشن لو نورمال ديستريبيوتد. لو نوت نورمال ديستريبيوتد هستخدم حاجه اسمها الميديان والانتر كوارتايل رينج، ودول شرحهم وتوضيحهم ايه مش مكانهم معانا النهارده، في وقت تاني ممكن نتكلم فيه. طيب لو هو كاتيجوريكال زي سكس ميل وفيميل وكلام زي كده، بنعرض في بنعرض الفاريبل في شكل نمبرز وبرسنتج. بقول مثلا عدد الذكور في العينه بتاعتي 120 ونسبتهم مثلا 60%. ده بالنسبه للكاتيجوريكال فاريبل، لان احنا عندنا الميل والفيميل ده 6 او 6 هو كاتيجوريكال ايه؟ فاريبل. طيب يبقى الجزء الاولاني انا بوصف الداتا بتاعتي، غالبا اي ورقه علميه بنمسكها او بنقراها بنلاقي اول تيبل فيها ديسكريبتيف ستاتستكس بيوصف العينه اللي هو درسها او اللي اجرى عليها التجربه بتاعته. كام في الميه ميلز؟ كام في الميه فيميلز؟ متوسط عمرهم كام؟ الاديوكيشنال ليفل بتاعهم كام؟ لو عندهم كرونيك ديزيزز هي ايه؟ وهكذا. الجزء اللي بعد كده بقى في التحليل الاحصائي بتاعنا بنعمل حاجه اسمها اناليتيكال ستاتستكس او انفرنشال ستاتستكس. ايه بقى الاناليتيكال ستاتستكس؟ دي الاختبار الاحصائي، هنا اللوج بالاحصاء، كل ما فات وتمهيد ليه للاحصاء بقى في الجزء ده. اللي هو ايه بقى؟ انا كنت سائل نفسي في الاول هل هناك فرق ما بين تو جروبز زي الميل والفيميل من حيث الدرجات؟ هجاوب ازاي على السؤال ده؟ بالاناليتيكال ستاتستكس. بقول مثلا هل هناك علاقه ما بين مثلا السموكينج والهايبرتنشن؟ مين اللي هيجاوب لي؟ برضه الاناليتيكال ستاتستكس. او ممكن اقول هل وان او مالتيبل فاريبلز بيأفكتوا اذر فاريبل؟ بمعنى مثلا هل هناك تاثير مثلا للسموكينج والدهون والاوبيزيتي والمش عارف ايه على ضغط الدم او لا؟ كل ده بجاوبه بال اناليتيكال ستاتستكس. بعمل ايه؟ بستخدم سوفت وير، كمبيوتر سوفت وير زي مثلا اس بي اس اس، ده اشهره من الحاجات المشهوره، او ستاتا او ار، في برامج كتير جدا. بعمل تحليل للداتا بتاعتي باستخدام اختبار احصائي مناسب، ستاتستيكال تيست. الاختبار الاحصائي المناسب ده هيجاوب لي، هنشوف هيجاوب ازاي على الاسئله بتاعتي او على السؤال البحثي اللي انا كنت حطيته في البدايه خالص. اول حاجه بقى جينا هنا للجراف او للتيبل العظيم ده. التيبل ده هو زي فلوت شارت او زي ملخص لي اشهر او معظم الاختبارات الاحصائيه اللي هي دي في العمود ده. علشان انا احدد اي اختبار احصائي مناسب للداتا بتاعتي محتاج بقى ان انا امر عبر الاسئله دي، كويستشن 1 2 3 4 5 علشان اوصل للاستاتستيكال تيست المناسب. الجراف ده او الفيجر ده او التيبل ده علشان يدرس ده يعني ايه بيحتاج شهور من الدراسه علشان نقدر نعرف. في حد بيقول الصوت مش مسموع، ممكن حد ياكد عليا في الشات بس ياكد لي الصوت واضح ولا لا بعد اذنكم؟ واضح جدا ان شاء الله. طيب الحمد لله صوت كويس، لو في اي مشكله في الصوت ان شاء الله هنوفر تسجيل، يعني هنشوف ان انا بسجل ان شاء الله، ان شاء الله تكون متاحه باذن الله تعالى عشان لو حد عنده النت بطيء او ما قدرش يحضر معانا ما تقلقوش باذن الله. طيب اول سؤال هنساله، هل انا بدرس باي فاريت ولا مالتي فاريبل اناليسيس؟ باي فاريت يعني بدرس علاقه ما بين متغيرين،
بمعنى هل هناك فرق ما بين الذكور والإناث فيما يخص الدرجات؟ يبقى one variable sex والother variable هو الإكزام سكور. في الحالة دي أنا همشي في إيه؟ في الأجزاء اللي فوق. أو ممكن يكون multi variable زي ما قلنا من شوية، لو أنا عايز أدرس تأثير الأوبيزيتي والبلاد ليميتس والبلاد شوجر ومش عارف وإيه وإيه وإيه، كل الحاجات دي تأثيرها في نفس الوقت على مثلا ضغط الدم، أو تأثيرها على احتمالية مثلا السرفايفل، أو تأثيرها على كذا. في الحالة دي بستخدم حاجة اسمها multi variable analysis، وبنستخدم حاجة اسمها regression زي linear regression, binary logistic regression, multinomial logistic regression, box regression, Wasow regression. دي مجرد يعني ايه؟ يعني احنا بنقول اسمها كاسماء. دراسة كل واحد من دول موضوع طويل جدا جدا جدا، وتطبيقه موضوع فيه تفاصيل كتيرة جدا. ولكن احنا هنا بنفكر مع بعض ايه السكيما اللي بناء عليها بنختار الاختبار الاحصائي. الممارسة طبعا ومذاكرة الاحصاء بتوصلنا ان تقريبا التيبل زي ده احنا محافظينه او عارفينه عن ظهر قلب. لما بنقول مثلا لو انا عندي بايفاريت وهدرس كورليشن، والكورليشن ما بين كونتينيوس او نيوميريك فاريبل، كونتينيوس نيوميريك فاريبل في الحاله دي هستخدم مثلا، ونورمال ديستريبيوتد هستخدم بيرسون كورليشن. لو هو اوردينال او نوت نورمال ديستريبيوتد هستخدم سبيرمان كورليشن. هنا الكورليشن معناه ايه؟ معناه ان انا بشوف علاقه ما بين تو فاريبلز، هل في مع بعض نفس الاتجاه ولا لا. زي مثلا الويت والهايت، غالبا الويت والهايت ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه، كل ما كان الشخص اطول كل ما كان وزنه اعلى، فبلاقي في كورليشن ما بينهم. اختبر ازاي؟ بختبره عن طريق مثلا البيرسون كورليشن. بعد ما جاوبت على السؤال الاولاني، السؤال الثاني كان هل بدرس ديفرنس ولا بدرس كورليشن. كورليشن قلنا عليه، الديفرنس عبارة عن مثلا زي ما قلنا هل هناك فرق ما بين الذكور والإناث في الدرجات، هل هناك فرق ما بين درج A ودرج B وهكذا. السؤال الثالث اللي بنسأله، هل الداتا بتاعتي dependent ولا independent؟ dependent أو pair، independent أو unpair. يعني إيه بقى dependent و independent؟ في بعض التجارب أنا بيبقى عندي مجموعة واحدة من المرضى أو الناس، هذه المجموعة بقيس المتغير عندهم مرتين، مرة في البداية ومرة في النهاية. يعني مثلا لو أنا عايز أشوف تأثير مثلا دايت معين على مجموعة معينة من الناس، هقيس وزنهم قبل بداية التجربة وهقيس وزنهم في نهاية التجربة. في الحالة دي الداتا بتاعتهم بتكون بيرد، نفس الشخص بقيسه مرتين أو أكتر من مرتين. فلو هي بيرد ومرتين زي كده، بستخدم حاجة اسمها بيرد تي تيست، أو بستخدم حاجة اسمها لو هنا اثنين برضو الكوكسون سايند رانك تيست. لو أكتر من تو جروبس أو أكتر من قياسين، بستخدم حاجة اسمها ريبيتد ميجرز أنوفا وهكذا. فدي في هنا برضو عندنا ستيودنت تي تيست وان واي أنوفا. مش هندخل في التفاصيل، لأن المفروض كل اختبار من دول له فرضيات وله استخدامات معينه. احنا هنا بنقول ايه؟ بنقول ان لما نيجي نقول احنا هنستخدم كاي سكوير تيست مثلا، ولا هستخدم وان واي انوفا، ولا هعمل مثلا لينير ريجريشن، ان دي مش بقول انا مش بختار كده هتحذر، ولكن بمر بهذه الاسئله على الاقل الذهني علشان اوصل للاختبار المناسب الذي يناسب الداتا والريسيرش كويشن بتاعي. اوكي؟ طيب بدون دخول في تفاصيل هذه السلايد، بعد ما عملت الاختبار الاحصائي، الاختبار الاحصائي المناسب بعد ما انا عملته، هيطلع عندي ايه على الكمبيوتر؟ جهاز الكمبيوتر هيديني شويه ارقام، وفي اخر شويه ارقام هيديني قيمه سحريه اسمها البي فاليو. اهم رقم هو البي فاليو. كتير جدا بنسمع البي فاليو، وكتير منا بيكون عارف يعني التعامل مع كلمه البي فاليو، ولكن فهم البي فاليو مش كل واحد بيكون فاهمه، وانا نفسي عانيت لحد ما فهمت يعني ايه. طيب خلونا نفكر شويه في البي فاليو. قلنا البي فاليو بتطلع من الاختبار الاحصائي، وكلمه وحرف البي هنا معناها كلمه probability، فهو احتماليه. احتماليه ايه بقى؟ تعال نشوف التعريف الرسمي بتاع البي فاليو. التعريف الرسمي بتاع البي فاليو بيقول if the null hypothesis is true،
احنا قلنا النال هايبوثيسيس يعني مفيش فرق، مفيش تاثير، مفيش افكت. فهنا بيقول ايه؟ لو النال هايبوثيسيس ترو، البي فاليو هي احتماليه probability of obtaining this results or something more extreme. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مفيش فرق ما بين درجات الولاد والبنات وعملت تجربه واخدت درجات الولاد والبنات، فلقيت دول مثلا جايبين درجات عاليه ودول جايبين درجات قليله، ايه احتماليه اني احصل على هذه الدرجات في حاله عدم وجود فرق ما بيناتهم؟ هي دي البي فاليو. برضو شكلها لسه صعب، فنحاول ان احنا نبسطها اكتر. لو هنبسطها اكتر هنقول ايه؟ ان البي فاليو هي probability that random chance generated the data. بالعربي احتمالية الصدفة، احتمالية ان الداتا بتاعتي جاية عن طريق الصدفة. ده تعريف مش دقيق ولكن ابسط. البي فاليو احتمالية ايه؟ احتمالية ان الداتا بتاعتي دي صدفة اللي انا وصلت ليها، ان مفيش فرق ما بين المجموعتين ودي بس مجرد صدفة، هي دي البي فاليو. البي فاليو بيتراوح قيمتها من صفر الى واحد، هي لا تساوي صفر ولا تساوي واحد، ولكن بتكون رقم ما بين الصفر للواحد. اوكي؟ البي فاليو بنقارنها برقم بكت اوف فاليو اسمها الليفل اوف سيجنفيكانس او الفا. يعني البي فاليو اللي انا بحصل عليها من الاختبار الاحصائي بقارنها برقم ده اللي هو غالبا 0.05 او 0.05 هو 5%. بمعنى انا بقارن الصدفه، احتماليه الصدفه هل هي اقل من 5% ولا اكتر من 5%؟ لو الصدفه او احتماليه الصدفه اقل من 5% معناها ان غالبا احتماليه الصدفه قليله قوي، وبالتالي انا اكاد اجزم او اقول او اوصل لنتيجه ان غالبا في فرق ما بين المجموعات. وبالتالي البي فاليو الاقل من 0.05 described as statistically significant، بتقول ان في statistical significance. بينما لو هي اكتر من 0.05 يعني احتماليه الصدفه اعلى، بنقول statistics is not statistically significant. احيانا فهم البي فاليو مش بيكون بهذه السهوله، ولكن خلينا نشوف مع بعض امثله لربما تسهل لينا ايه الفكره. لو انا قلت ان انا هعمل نيو فاكسين زي مثلا الكوفيد 19 وانا عملت فاكسين وعايز اختبر هذه الفاكسين اشوف هل هي فعاله ولا لا، هعمل ايه؟ صممت تجربه راندملي، قسمت الناس لمجموعتين، مجموعه اديتها الفاكسين ومجموعه اديتها البلاسيبو او ما اديتهاش الفاكسين او وات ايفر بناء على التجربه بتاعتي. ومسكت المجموعه اللي اخذت الفاكسين وتابعتهم اشوف كام في الميه منهم حصل له المرض، والمجموعه اللي ما اخذتش الفاكسين او اخذت البلاسيبو اشوف كام في الميه منهم حصل له المرض. واقارن بعد كده بالاختبار الاحصائي المناسب، هشوف نسبة حدوث المرض هنا ونسبة حدوث المرض هنا، واشوف البي فاليو بتاعتي هتقول لي ان الفرق ما بين المجموعتين غالبا هيكون في فرق، يعني المرض حصل اكتر هنا من هنا، وممكن يكون الفرق ده بسيط طفيف بمعنى انه فرق ناتج عن مجرد الصدفة، او قد يكون الفرق سيجنيفيكانت بمعنى ان الفرق ده غالبا مش صدفة. يبقى انا هقارن البي فاليو اللي هتطلع لي بالرقم بتاعي اللي هو 0.05 وهشوف اذا كان ده صدفه ولا لا. خلينا نشوف مثالين. مثال عملنا التجربه، يعني عملنا تجربه الفاكسين طلعت عندي البي فاليو اقل من 0.05 فليكن مثلا 0.02، ومجموعه بحثيه ثانيه خالص ناس ثانيين عملوا تجربه برضه عن الفاكسين وطلعت قيمة البي فاليو أكتر من 0.05 أو طلعت 0.21. هنا البي فاليو تقريبا 2%، هنا البي فاليو تقريبا 21%. بمعنى تاني إن احتمالية إن النتيجة دي صدفة 2% واحتمالية إن النتيجة دي صدفة 21%. لما نيجي نقرا بقى الكلام، هو الكلام يبان غلس شوية ولكن هنبسطه قدر الإمكان. ده معنى إيه؟ إف ذا نال هايبوثيسيس إز ترو، يعني الفاكسين مش شغاله، the probability of getting this result اللي احنا حصلنا عليها في الشكل اللي فات كام في المية اصيبه هنا وكام في المية اصيبه هنا or more extreme is 2%.
يعني احتماليه ان انا اوصل للنتيجه دي في حاله ان الفاكسين مش شغاله هي 2%. يبقى اذا اوصل لكونكلوجن ان غالبا الفاكسين شغاله، ان النتيجه اللي انا وصلت ليها مش صدفه، ان الفاكسين دي كويس. يبقى السمول بي فاليو هتقول هتكون اجينست النال هايبوثيسيس، اجينست النال هايبوثيسيس اللي بتقول ما فيش فرق. يبقى احنا هنقول الكونكلوجن بتاعتنا عند كونكلود ذات ذير از سترونج ايفيدنس ذات فاكسين از افكتيف. ناخد بالنا احنا دايما بنحب نتكلم على البي فاليو نربطها بالنال هايبوثيسيس، فاما وي ريجكت النال هايبوثيسيس او وي فيل تو ريجكت النال هايبوثيسيس. هنا ده العكس، احتماليه الصدفه 21%، وبالتالي دي احتماليه كبيره، يبقى غالبا النتيجه او الفرق ما بين المجموعتين هو صدفه وليس لان الفاكسين شغال. يبقى هنا بنقول وي فيل تو ريجكت النال هايبوثيسيس اند كونكلود ذات ذير از انسفيشنت ايفيدنس ذات ذا فاكسين از افكتيف. تعبتكم معايا، كلام كتير ورغي كتير، نبسطه ازاي؟ نبسطه كالاتي. انا عملت الاختبار الاحصائي طلع لي بي فاليو. البي فاليو دي هقارنها بالالفا، الالفا دي احنا بنكون محددينها من بدايه التجربه، هل هي 0.05 ولا 0.01؟ طيب لو البي فاليو اقل من ال 0.05، اذا بي فاليو ليس ذان اور ايكوال تو ليفل اوف سيجنفكانس اللي هو ال 0.05، وي ريجكت النال هايبوثيسيس. لو هو كبيره، لو النال هايبوثيسيس كبيره اكبر من 0.05، وي don't reject the null hypothesis او we fail to reject the null hypothesis، معناها ان انا هاكسبت النال هايبوثيسيس، وهنا I will accept the alternative phase. بالبلد كده انا كباحث هكون عايز البي فاليو تكون قليله ولا عاليه؟ انا عايز اثبت الالترنتيف هايبوثيسيس، وبالتالي انا عايز البي فاليو بتاعتي تكون قليله قدر الامكان، لان كل ما كانت البي فاليو قليله معناها النتيجه اللي انا وصلت ليها احتماليه ان هي صدفه هي احتماليه ضئيله جدا. نلخص الرحله بتاعتنا، احنا تقريبا شبه خلصنا. الرحله بتاعتنا بتقول الاتي، انا ببدا من ريسيرش ايديا بحولها الى ريسيرش كويستشن. هذا ريسيرش كويستشن قلنا بنحوله الى نال والترناتيف هايبوثيسيس، وفهمنا ليه، لان البي فاليو اللي بتيجي في الاخر بتقول لنا احنا هنمشي في اتجاه النال هايبوثيسيس ولا اتجاه الالترناتيف هايبوثيسيس. بعد كده هنعمل الاستادي ديزاين المناسب. قلنا ان الاستادي ديزاين يا اوبزرفيشنال يا انترفينشنال حسب الريسيرش كويستشن بتاعي والريسورسز بتاعتي والوقت اللي معايا والفلوس اللي معايا، هحدد ايه الاستادي ديزاين المناسب ليا، هل اوبزرفيشنال ولا انترفينشنال، ولو اوبزرفيشنال هل هيكون كروس سيكشنال ولا كوهورت ولا كيس كنترول ستادي. بعد كده حددت الفاريبلز اللي انا هجمع داتا عنها وعرفت انواعها وكلكت الداتا بتاعتي. بعد كده هبدا احلل الداتا بالبرنامج الاحصائي المناسب. لما هحلل الداتا بالبرنامج الاحصائي المناسب هطلع بالبي فاليو. البي فاليو قلنا ازاي هنعمل لها انتربريتيشن. دي رحله التحليل الاحصائي، ازاي بدات من عند ريسيرش كويستشن والايديا لحد ما انتهت عند البي فاليو. لو حد عايز ريسورسز اكتر، في بعض اسماء الكتب هنا وانا كنت نشرتها على الفيسبوك قبل كده، ميديكال ستاتستكس ات جلانس، ميديكال ستاتستكس في سكراتش، اوكسفورد هاند بوك اوف ميديكال ستاتستكس، ميديكال ستاتستكس ميد ايزي، كتاب اسمه ابيديميولوجي. دي انا اعتمدت عليها لتحضير البرزنتيشن دي، وفيها طبعا كلام اكتر. لو حد عايز يتعلم احصاء اكتر ويستزيد، في كورس احنا عاملينه مع شركه كونكت اكاديمي اللي هم مشكورين نظموا المحاضره دي، ودي فيها بنعرض الاحصاء من البدايه خالص والستادي ديزاين بطريقه ابلاير بعيده عن الحسابات والتعقيدات الحسابيه، ونتعلم فيها مع بعض ازاي نفكر بطريقه الاحصاء، ازاي نفهم احصاء، وازاي نطبق الاحصاء. ده هيكون 10 محاضرات اونلاين فيها ابلكيشن، لو حد عايز اشترك فيها التفاصيل او الموجوده على صفحتنا على الفيسبوك الاحصاء للاطباء، وفيها الفورم او بالتواصل عن طريق الصفحه او مع كونكت اكاديمي. مشكورين. لو حد عايز يستزيد اكتر عن برنامج الاس بي اس اس، في كورس انا عامله على موقع يوديمي
اسمه SPSS 26 for beginners. ده بيعلم برنامج SPSS. لو حد استخدم الكوبون بتاع كونكت هيقدر يحصل عليه خلال الاربع او خمس ايام الجاية. لو استخدمنا الكوبون بتاع كونكت مشكورين كونكت اكاديمي, سعر الكورس هيكون تقريبا $10 بدلا من $40 أو $20 زي ما هو ايه ظاهر معنا. دي الصفحة اللي بنبسط عليها المفاهيم الاحصائية على الفيسبوك اللي هي الاحصاء للاطباء, والويب سايت بتاعي stansforddoctors.com. وطبعا بشكر كونكت اكاديمي على استضافتهم لهذا البرنامج وتنظيمهم لايه للكورس.